مثال يرو قصة عجيبة وكرد عدي عراق نمبا وحولها دمير وكوشا قيستو أرزاق دو كرر سنة دمير كاسو كرر تاي وكوشا قيستا الصباح دي هوشي سنة كاسو قوتا حوار وحالو شيغا انو اها داد كحوغو دمير كا دمان يقين ساسا نكو من جرين دمير كيا كحنون صدي أيامو شقل آن نقضي إله بو بري مركا إله يو دمركي يعافي ولا هداد يعافي صو يا ربي تضبع شو أيان دتة أسومة فعلا دمركي وعاف ماذي شقدي وقلي تضبدي بلنت وقاضي وبلابي ما أنت تضبع هذا أسومي دمركي ورد أنت هذا مركز إلها إني ما سأني قلي سودا سامع سكوجي والله وده رمضان كسوس سعده لواتين سدع شيل الصوم أوده تضرب ذا كجرنا وعقيق الله على الصوم والله أنا صد الصوم من تضرب بريان كجرا وده رمضان وإسكاف فرانيك ما دام بلنت اللي يقبحه مركا يقين على الله قف وحره إن إلهي يقين صدو الله تبارك وتعالى كل سنة وكقبه أو وحي إلهي كان رالي كون نقضه إذا مركا النبي وليه وعليه الصلاة والسلام نبي قال يا وي عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير مؤمنك أن لا يبود إيمان الحقيقي إيمان الرسمي ما أن إيمانك أودي وحويان الدنيا مش هذه صوقشة وحويا لقتنا زلاي ما أن الإيمان الراسخ كهذا عليه الصلاة والسلام مركا إن أصابته ضراء صبر نبه ذوق بصده وصبره وإن أصابته سراء شكر هذه فرحتي وانا وحر وكج وجعلها وهلنا إله وشكرنا سبحانه وتعالى أرنت السنة أمسول جلس إلا للمؤمن إذا مؤمن كحقيقة الله جل جلاله وأكيد له صارت ربي سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين إلهي ترى صارت هذه مؤمنين تهين